ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مراسلنا عبيدة بعاج. عبيدة، لو تحدثنا عن المناطق التي تعرضت للقصف وما هي النتائج الأولية لهذا القصف تقريباً؟ نعم، غناء الطيران الحربي الروسي لم يغادر مدينة حلب منذ الصباح الباكر وحتى الآن. الآن أكثر من 3 طائرات حربية في مدينة حلب تقوم باستهداف أحياء. قامت باستهداف أحياء قاضي عسكر والكلاس وهنان والميسر وطريق الباب. كشفت أن البارحة بعد قصف عنيف مدفعي وتمهيد جوي كثيف من الطائرات الروسية، حاولت قوات النظام التقدم على محور الكاستيلو الملاح. بعد أن قام الثوار بتجهيز حقل ألغام وتفجيره بهم، فأوقعوا بهم عدد كبير مثل والجرحى. أما في ريف حلب الشمالي فكالمعتاد، الطيران الحربي الروسي شن نارات على قرى حيان وحريتان وتل مصيبين وعندان، موقعاً أضرار مادية كبيرة. نعم. وفي ريف حلب الغربي وثق استشهاد شخص في قرية كفر بالسين نتيجة استهداف القرية بالصواريخ الفراغية. وأخيرا بريف حلب الجنوبي تمكن الثوار من تدمير مدفع عيار 23 على جبهة السابقية. نعم. وكانت الطائرات قد استهدفت صوامع خان طومان بريف حلب الجنوبي وجمعية زهر المدائن. هذا كل ما سجلنا لدينا في مدينة حلب حتى اللحظة. نعم، طيب عبيدة، ما آخر التفاصيل لديك عن معارك الثوار في ريف حلب؟ نعم 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 غنى بريف حلب الجنوبي قلت سابقا ان الطيران الحرب ان الثوار تمكنوا من تدمير مدفع 23 بصاروخ تاو على جبهة السابقية. اما في الملاح فقد تمكن الثوار من تدمير حقل ألغام بقوات النظام والميليشيات الشيعية المساندة له على محور الملاح، واوقعوا بهم عدد كبير من القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات. نعم، شكرا لك مراسلنا عبيدة بعاج.